تفضل أستاذ. يعني بخصوص ما ذكره الأستاذ عبد المجيد الشرفي لما وصف قال المشروع الإسلامي مشروع مفلس، أنا أتعجب من هذا الوصف. كيف يوصف الإسلام بأنه مفلس؟ الإسلام ليس مشروعا. ترجع إلى عدد الأيدي التي قطعها الترابي صديق الغنوش. أصبر بارك الله لكي تعرف كيف أفلس المشروع الإسلامي. أنا ما قطعت حديثك. الإسلام ليس مشروعا والإسلام ليس فكرة حادثة، نحتاج أن ندافع عن الإسلام. دين ليس مشروعا. الإسلام دين نزل من فوق سبع سماوات يتضمن عقيدة وشريعة، هذا شيء ولا ينفصل واحد عن الآخر. فوصف الإسلام بأنه مشروع مفلس أنا أتعجب كيف، وقد تقدم المسلمون وتقدمت هذه الأمة بالإسلام، ما تأخرت إلا لما تركت الإسلام، لما سلكت سبيل الغرب ومن ينادي بمبادئ الغرب تأخرت الأمة، ولذلك كان الغرب ولا يزال يسعى في إبعاد هذه الأمة عن سبب عزها وتقدمها ألا وهو الدين. وأما القول بأن أمريكا تشجع الآن الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي مثل مصر وغيرها وأنها تدرك أن مشروعهم فاشل ولذلك تشجعهم، فهذا في الحقيقة شيء مضحك، لأن أمريكا الآن حتى ولو مدت يدها إلى الإسلاميين هي مضطرة لذلك، من باب قول القائل مكره أخاك لا بطل. أمريكا كانت تسعى لتنصيب الطغاة والديكتاتوريين على رؤوس هذه الأمة الذين لا يحكمون بشرع الله والذين يسوسون الناس بمبادئ العلمانية التي تنادي بفصل الدين عن كل مجالات الحياة. الإسلام يختلف تماما عن النصرانية. نعم كان ثمة صراع بين الكنيسة النصرانية الكاثوليكية والبروتستانتية مع العلوم، لكن الإسلام ليس ضد الحداثة وليس ضد التطور وليس ضد أن نصنع وأن نتاجر وأن نزرع وأن نمد أيدينا أيضا إلى غير المسلمين في التحالفات السياسية وفي المعاملات الاقتصادية. فأنا تعجب كيف، أنا أسأل الأستاذ فقط سؤالا فقط بعيوانا ما سأطرح عليك سؤال، أريد تعريف للحداثة عندك، ما هي الحداثة؟ أنا عايز أعرف برضو الحداثة والدولة المدنية اللي حضرتك بتقول. لا أنا أريد وأنا أريد أن أعرف المشروع الذي يأتي به. نعم نحب بس أن مثلاً نأخذ نكون أنا معناها أن كان تسمحوا لي يعني أمارس شيء من الديكتاتورية هنا. نعم فقط في نفس هذا السياق الشيخ بشير بن حسن تتحدثون عن المشروع الحداثي وتسألون الدكتور عبد المجيد الشرفي باش يجاوبكم أكيد من بعد، ما هو المشروع الذي تأتون به؟ شو مشروع؟ من يعني؟ الدعاة الذي يأتي به الدعاة. الدعاة ندعو الأمة إلى العودة إلى سبب العز والسيادة والريادة والقيادة، فنحن نعتقد اعتقادا جازما لا يمكن لأحد أن يغيره أننا ما سدنا وقدنا وتطورنا وتقدمنا إلا بهذا الدين، فمرجعيتنا الإسلام عقيدة وشريعة، لأن الأمة جربت الطرق الأخرى والسياسة الأخرى فأفلست. سيد بشير محمد جار ذكر جملة صحيحة وجميلة بارك الله فيك، وهو أنكم تنادون الناس بأن يعطوا الفرصة لحركة النهضة للعمل ولتقديم هذا المشروع الذي عندهم، لكن إذا يا أستاذ لكن إذا وجدنا أنفسنا في وضع يحكم على النهضة بالفشل قبل أن تبدأ في العمل، يا سيدي يعني كان يحكم على شخص يا سمحة بأنه لا يستطيع أو لا يحسن قيادة الشيخ. السيارة قبل أن يمسك المقود. هناك من يعرقل مسيرته. أستاذ عبد المجيد باحث لا سلطة له إلا الكلمة، النهضة سلطتها الدولة اليوم ولها دواليب وإدارات الحكومة، له أن ينتقد بعض الطرق وبعض الأفكار لا أن ينتقد الدين، لأن هذا الدين هو هوية الدين يا سيدي. أنتم وصفتم الإسلام المشروع الإسلامي.